شكرا جزيلا. Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends. أود أن أشكركم جميعا. هذا رائع. هؤلاء هم أصدقاؤنا، الآلاف منهم. حركة لا تصدق. هذه حركة لم يرها أحد من قبل. Frankly, this was, I believe, the greatest political movement. وبصراحة هذه أكبر حركة سياسية في التاريخ. لم نرى أبدا مثيلا لها في تاريخ هذا البلد. والآن ستصل إلى مستويات أعلى من الأهمية. سنساعد بلدنا على التئام جروحه، لأن بلدنا يحتاج مساعدة، وبشكل كبير سوف نصحح وضع حدودنا. لقد صنعنا التاريخ، وهذا هو الهدف. لقد تجاوزنا وتخطينا عقبات كثيرة وحققنا. انظروا ما الذي حدث، أليس ذلك رائعا؟ هذا فوز سياسي لم يرى بلدنا مثيلا له من قبل. نشكر الشعب الأمريكي على هذا الشرف الكبير الذي وضعه فيه لأن أكون الرئيس 47 بعد أن كنت 45. ونحن نناضل من أجلكم، من أجل عائلاتكم ومستقبلكم، وكل يوم سأكون مناضلا من أجلكم بكل نفس في جسمي، ولن أستريح قبل أن نحقق بلدنا، أمن بلدنا، وأطفالنا يستحقون ذلك، وشعبنا. وسوف نعيش العصر الذهبي للولايات المتحدة الأمريكية. هذا فوز رائع للشعب الأمريكي، سيسمح لنا بأن نجعل أمريكا عظيمة مجددا. وقد فزنا بالولايات المتأرجحة، كوريا الشمالية وجورجيا وبنسلفانيا وفيسكونسن، ونحن الآن نفوز في ميشيغان وأريزونا ونيفادا وألاسكا. وسيكون هناك 315 صوتا انتخابيا، ولنفعل ما قامت به الشبكات التلفزيونية لأنه لم يكن هناك مسار آخر للفوز. كما أننا كان هناك تصويت واسع جدا وشعبي، وهذا رائع. شكرا لكم، شكرا جزيلا. الفوز بتصويت شعبي هو شعور رائع بالحب من الشعب، وهناك أناس رائعون يقفون إلى جانبي وقاموا بهذه الرحلة معي، وسنجعلكم سعداء وفخورين بنا، وستعودون بالذاكرة يوما ما إلى أنها إحدى أجمل لحظات حياتكم وحياتي أيضا، أننا كنا ندعم هذا الرئيس. أمريكا أعطتنا ومنحتنا مهمة قوية جدا، وقد استعدنا التحكم
في مجلس الشيوخ. يا لها من نتيجة. وفي مونتانا ونيفادا وتكساس وأوهايو وميشيغان وويسكونسن والكومنولث الكبير لبنسلفانيا، وكلها فوزنا بها بهذه الحركة القوية جدا، الحزب الجمهوري. وفي كل وفي جميع تلك الحالات عملنا مع النواب وحققنا عددا من الانتصارات، وهو شيء لا يصدق. وقد قمنا بتجمعات انتخابية عديدة، وأحيانا كنا نقوم باثنين ومنها، ولا أحد كان يتوقع هذا الفوز الكبير. لديكم نواب في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وسوف نحن نسير نحو المحافظة على الأغلبية في مجلس النواب أيضا. وأود أن أشكر مايك جونسون، قام بعمل رائع، كما أود أن أشكر زوجتي الجميلة ميلانيا السيدة الأولى. Has the number one best-selling book in the country? Can you believe that? التي لها الكتاب الأكثر مبيعا في البلد. Oh no, she's done a great job. Works very hard. Works very hard to help people. قامت بعمل رائع، هي تعمل بجد لمساعدة الناس. لذلك أردت أن أشكرها، وأود أن أشكر عائلتي كلها وأطفالي الرائعين. نحن جميعا نرى أطفالنا هم رائعون ومذهلون، وهذا شيء جيد عندما نفكر بذلك. دون، إيريك، إيفانكا، جيفري، بارن، لارا، جاريد، كيمبرلي، مايكل، شكرا لكم جميعا. My father-in-law Victor is tremendous and we miss very much Melania's father. أبو زوجتي أم ميلانيا أيضا أماديا، نحن مشتاقون إليها، ستكون سعيدة هناك. كانت امرأة رائعة من الداخل والخارج، امرأة رائعة. أود أن أكون أول من يهنئ. نستطيع أن نقول النائب الرئيس المنتخب للولايات المتحدة جي دي فانس. And his absolutely remarkable and beautiful wife, Usha Vaz. وزوجته الرائعة أوشا فاز. He's a feisty guy, isn't he? You know, I've said, go into the enemy camp. وهو you know, the enemy رجل المحظوظ. Certain networks. يذهب إلى معاقل الأعداء مثل شبكات التلفزيون، وقال لي إن علينا أن نفعل ذلك، CNN، MSDNC. ويقول نعم، وهو الوحيد الذي قام بذلك. هو عليهم، تعال قل بضع كلمات. سيد الرئيس، أنا أثمن أنك سمحت لي بأن أنضم إليك في هذه الرحلة الرائعة والثقة التي وضعتها في. وقد عشنا أكبر وأعظم عودة في تاريخ السياسة الأمريكية.
And under President Trump's leadership, we're never going to stop fighting for you, for your dreams. وتحت زعامة الرئيس ترامب لن نتوقف عن النضال من أجلكم وأحلامكم ومستقبل أطفالكم. وبعد هذه العودة التاريخية سوف يكون هناك عودة اقتصادية تحت زعامة دونالد ترامب. He's turned out to be a good choice. شكرا جزيلا. I took a little heat. لقد تبين أنه اختيار جيد. But he was, I knew the. في البداية انتقدت. لكنني كنت أعرف أنه له فكر رائع ونحن نحب العائلة وسيكون لنا 4 سنوات ممتازة وسنغير وضع البلد إلى الأفضل. ينبغي أن نجعل الأمر عظيما. هو البلد الأعظم في العالم ومن بعيد علينا أن نعمل بجد من أجل أن نعود إلى ذلك ونحن قادرون على ذلك. ولا أدري إن كان علينا ننتظر أطول من ذلك كيف سيكون الأمر. علينا أن نؤمن الحدود. نريد أن الناس إلى أن يعودوا ولكن علينا أن نجعلهم لكن عليهم أن يدخلوا بشكل قانوني.